اليوم اجينا حتى نقول لكم كل عام انتم بألف خير، احنا على باب رمضان، رمضان كريم لكم ولكل العراقيين. وجينا نشوف قاعدة المستقبل، ذول البراعم، ذول الأطفال اللي مروا بظروف بسبب الحروب، بسبب ظروف صعبة، فجينا اليوم نحتفل وياهم حتى ننطي رسالة للمستقبل، انه قاعدة المستقبل هم اللي قاعدين وياهم اليوم. انتم تصيرون قادة ان شاء الله، ان شاء الله كل واحد امنياته تتحقق، ولازم دائما تكون البسمة على وجوهنا حتى نصنع الأمل للمستقبل.